انا عمري ما داك النهار باقي نراقب خرج للزنقره في الفضيله اخو نتاعو دوزان نتاعو وراح انت باغي فيه انت باغي فيه حتى قلت باقي انت باغي فيه حتى ضرك في الزنقه ومن بعد انا واحد شخص روح شو واحد يقول لي قلت لي احمد مشي ما عرف مشي موالف من انت بوب عيني يعني شغل شكني قلبي انا كي جا من قريب قرا الاخر كي جا جبنا زعما قرا راح حكينا كي بابا كي اختو مشي ويدو من بعد كلمة أخيرة قريب قال أخير ذوك نعيط لكم ما فهمتش جيت لدار نظيفة نسيت باش نقول له قال أخير تلمو مشي موالف يجي بزاف لينا هنايا كي كنت رايحة في الطريق تفكرت بلي ما سلمتش عليه وما بستوش كيما موالفة كي وصلت لداري عيط له في التليفون وقلت له اسمح لي ما مستكش قلي معليش ما ديريهاش في بالك حبيت نسأل برك حاجة الطيارة على طاحت وش من سبب الطيارة ديكولي وتعاود تطيح اسمع يرحم والديك اسمع